قولي حبيبي والله معلم. بوم شو هاد؟ اتس بلوز ولا كيف؟ عنا اليوم حبايبنا الكرام حاضنة جديدة معلم. حبيبي والله يوم رح ندخل نجربها ببعضنا شباب. جرب الاسلحة مثل ما انتم شايفين، حاضر البرفار، اسلحة البرفار شباب. يا هذا البرفار معلم بحياتي ما توقعت انه ينزل حاضنة البرفار. يعني انا مظلوم شوي، فهمتوا علي كيف؟ يعني كيف؟ اوكي اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين عنا هو معلم. رح ندخل نشوف ونشوف هل يا ترى تستاهلوا تجيبوها شباب ولا لا. اوكي ركزوا معي كيف عنا هذا الشباب الاول. يا اخي عنده افكت معلم والوان وما الوان برفال معلم. اوكي بوي تمام حبيبنا. عنا هذا فيه 2 دمج بيخترق الدروع بس ولكن الرصاص قليل. ماشي تمام لحد الان. اوكي هذا باللوز، هذا فيه سرعه معلم. اوكي بلشنا ندخل بالامور الطيبه معلم، السرعه ومدى. اوكي هات نشوف هذا اللي بعده معلم. هذا فيه سرعه ودقه. سرعه ومدى، سرعه واثنين دقه، هذا قليل. اوكي هذا يعني نفس الشيء. هذا فيه سرعه، هذا فيه سرعه، وهذاك الثاني فيه الدقه. اوكي هذا شوف الثاني معلم، هذا فيه مدى واختراق دروع. هذا معلم حبيب والله. اوكي بس هذا ليش يا معلم؟ هذا فيه 2 دمج. طبعا عشان مصدوم. اوكي حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين يا اساطير، اليوم طبعا معلم ما عملت المقدمة ولا شيء. مرحبا شباب كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كلش تمام. ما اعرف اذا عملت المقدمة من اول ولا لا، طولنا عمكم ان شاء الله كلش تمام. طبعا اكيد بدكم راح يجي يشوف هذا المقطع بهذا الوقت، اكيد كل يوم معلم وقت السحور وما سحور اكيد راح تشوفوا هذا المقطع حبايبنا الكرام. و لا تنسوا اهم شيء صلوا على الحبيب، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، باللوز اللوز. وخلينا ندخل معلم، خلينا ندخل معلم نبلش نحرق. قولي معي ما حد عاش، قولي طول نحرق الجوهر. اليوم شايف اليوم معلم نحن نشوف اليوم، هات نشوف معلم حظنا هلا حاضر معلم. بلش يا معلم عسر يا معلم، معنا 73,000 جوهرة معلم حبيبي والله. هات نشوف. اوكي طول بالك قولي مع شباب. طيب شو كم لازم لي اقنعة هلا هون؟ لازم لي 6 هون، طول بالك، هون ما عندي اقنعة. اوكي عندنا هون 6، لازم لي 6 9 اقنعة معلم. خلص معلم ليتس جو شباب، نبلش معلم الحرب. طبعا هون بيضة 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 بيضة، لا هيك ما يمشي الحال معلم. لا ما يعطوني اقنعة؟ ترى بس عاملكم ها؟ وات ذا هيل؟ What the hell؟ يا اخي وين الاقنعة؟ ها؟ يا ولد قناع معلم باللوز وين؟ ثاني قناع. اوكي لا معلم لا ترى معلم مو لانه في عندنا كثير جوار بدكم اياه بدكم تحرقوا يروحوا معلم. لا طول بالك ترى معلم من في منهم نايمين، الناس نايمين. قول ما بدنا نعيط ونزعل معلم، خلينا فقينا نفيقوا معلم. قولي لا هيك مو طبيعي معلم، هيك مو طبيعي معلم. هيك معلم ما يمشي الحال. كم صرفنا معلم؟ كمان 73 تقريبا 10,000 جوهره يا شباب، ما في اقنعه ولا شيء. الظاهر اللعبه ملقلقه معلم عندي انا، اكيد اللعبه ملقلقه معلم. ول لا 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 معلم، لا بلش الوضع، بلش الحظ يكون بيض معلم. لا لازم رست اللعبه معلم، لازم رست اللعبه معلم. جو جو جو. اوكي رستنا اللعبه معلم، هات نشوف معلم الوضع كيف راح يكون. يا بلش يقولوا مره باللوز معلم. لا مو باللوز، بيض معلم. لا 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 مو طبيعي معلم، 10,000 جوهرة يا شباب. لا انا بعرف، انا ترى يعني انا حظي بيض بعرف يعني. طيب شو كم صار عندي حجر؟ مو طبيعي الاحجار اللي صاروا عندي شباب. طب اعطونا احجار يا اخي، ما اعطونا الزفت هذا، اعطونا لا لا مو طبيعي معلم. بلاش ناخذ اقنعة معلم باللوز. يلا باخذ كمان قناع عمبو، قناع معلم بدنا قناع. ما بدي اعطينا قناع، ظاهر ما راح يعطينا قناع هذا معلم. هذا ما بعرف شو قصته اليوم. الحاضر هي معلم شكلها بدها تفضي جواهري معلم، انا هيك شايفه معلم. الجواهر الحي راح تفضي لي هالجواهر معلم. لا انا هذا ما اقبل معلم، لا انا ما اقبل يا ستير. وات ول ول راحوا الجواهر يا زلمه، راحوا الجواهر معلم. طول بالك ما بقى في جواهر معلم، وانا كده عم فكر اعمل لكم مقطع باللوز معلم. طول بالك شغله نعمل هيك. فكرت طلعت عم اضرب وحده هون على اليسار وحده على اليمين حبيبي والله. قول لي يا زلمه اعطونا قناع ولو. وال قول لي ويلي 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 روح اعمل هون معلم. ايوه يا جميل، هي قناع
احجار. والاحجار صاروا عندي شباب، الاحجار عم يصير عندي معلم. 53 حجر معلم، مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي. قول لي ها، هي طلعتنا في نعيم نفس الوقت، حلو هيك باللوس. اوكي شباب، كم انا 73 والله راحوا 20,000 جوره حرقنا بهالحاضنه يا شباب، 20,000 جوره. خلينا نشوف شباب، خلينا نشوف بعد ما حرقنا هال 20,000 حاضنه، نشوف هل يا ترى مستاهلوا الاسلحه حقت. اوكي شباب، رح نبلش بالوضع تمام، رح نبلش باقل واحد ونبلش على رواق. نايس، هاي اول واحد معلم. اوكي حبيبنا، رح نبلش اول واحد. اوكي هندخل نجربه نشوف وضعه معلم تمام، جرب لكم اياه على رواق. ليتس جو، يلا بسم الله، هات نشوف شباب. اوكي 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 اوكي، بعد خمس دقائق من الحرق يا الشباب الحلوين. اوكي خلينا نشوف البرفل شباب، صار لنا زمان ما يلعبين بس كنا برفل، ما عرف معلم نشوف يعني. ما كنت متوقعت ابدا انه ينزل يعني حاضن هذا السكين. اوكي بس نشوف معلم وضعه معلم. اوكي تمام، هات نشوف. لا طول بالك، يعني هو هذا السكين ما فيه سرعه على فكره، هذا السكين هذا بدون سرعه، فيه يمكن مدى ويخترق دروع. طولي بالك نجرب هذا، معنا هذا الاخضر لنشوف. التمانو عرمانو ويلي حبيبي والله، وينك معنا؟ هذا معنا معنا لساته عم بسحروا الناس حبيبي والله. اوكي اوكي، هذا لون اخضر معنا، شوف ضربته مش شيء سريع. ها 174 بالهيد شوت، وال 32 30. طيب انا بلشت انصدم، بلشت معلم بضرب. كم بضرب هذا معلم على الجسم؟ 30 بضرب، 30 اوكي اوكي هذا هيك. لا لا شو، بلشت نغير رايي، بلشت اغير رايي بكل صراحه شباب، بكل صراحه معلم. طولي بالك نرجع نجيب الثاني معلم اللي بعده، جيب اللي بعده معلم. هذا هذا ثلاثة، هذا هذا اوكي، هذول نفس الشيء اسرق. هذا فيو، هذا فيو مد المدى تبعيته حلوه، بيخترق دروع. اوكي خلينا نشوف هذا معلم، هذا الفيو السرعه والسرعه والدقه، دقته عاليه هذا معلم. خلينا نجرب هذا بالسرعه، هذا بالدقه نشوف وراه. ليتس جو، بلشنا الاوضاع تكون يعني، بلش الامور تختلف حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين. يعني هيد شوتات 175 هيد شوت، بضرب فوق ال 30. اوكي 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 اوكي، طولي بالك طولي بالك معلم. هذا شوف هذا اللي بعده معنا، هذا اللي فيه سرعه ودقه، هذا معنا فيه سرعه ودقه معلم. يسمح ال سرعه ودقه. اوكي تمام، الامور طيبه لحد الان. عندنا هذا فيه سرعه ودقه شباب، سرعه ودقه، سرعه ودقه، يعني دقته حلوه معلم، يعني المسافات القريبه ممكن تستعمله. وفي قول لي 25 طب اسمع، 145 راح نجرب، راح نجرب، راح نجرب نبربر معلم، ما بدنا نجيب نلعب على هيك. 36 اوكي طول بالك، تو 30 معلم بضرب هون، تقدمي ناقص. تو 30 شباب ركز معي كيف، 36 هذا بضرب معلم، هذا فيه دقه. تو 30 عم بربر هلا، يعني رفعت شوي الايم معلم جاب هيد شوت. اوكي 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 ول دقة باللوز، هذا فيه سرعة ودقة. بدنا نروح نشوف هلا اللي فيه سرعة ومدى، يعني لما نحكي مدى يعني من بعد، يعني ما ضروري شباب يعني نشرح لكم نكمل حبيبي والله. اوكي هذا شوف حسب عملت له تظبيطات. طول بالك البرفل. اوكي عندنا هذا شباب، هذا الجديد، لا هذا هو، هذا هو معلم. اوكي البرفل القديمة هذا فيه مدى وزخيرة. اوكي هذا فيه ضرر ودقة. والله شباب هذا البرفار معلم، انا ما متعود العب في هذا السكين، بس هيك راح نجرب هذا الحضر ونشوف معلم شو افضل واحد. باقي واحد شباب اللي هو فيه يعني توب، اللي فيه الضرر
ونشوف نشوف طول بالكم نشوف عن هذا فيه سرعة وضغط مدى معلم. هذا يعني بالمدى معلم يعني تعرفوا يعني من بعد لازم يكون بلوز. أوكي شباب نشوف المعلم بس حد لان شباب أنا شايف إنه يعني أنا ما متعود ألعب هالسلاح البارفال بس نشوف هل يطلع نغير رأينا ولا كيف شباب. طبعا كشكل معلم كشكل هو الصراحة كشكل وسطي يشبه الآين نفس الأشكال تقريبا. خلينا نشوف الدقة بعيد هذا نشوف والله معلم. أوكي إحنا لعبنا نفتح نلعب جرب بربر معن بربر. أوكي خلينا بربر. اوكي 24 عم بربر هلا عم بربر 36 29. اوكي 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 خلينا نبلش نحاول نجيب الهيد شوت معنا بالدقه شو الدقه تبعته المدى. هذا المدى يا شباب المدى تبعته لازم يكون باللوت. تعالوا 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 وي دخلته بالهيد شوت كم كان في طلق 60 طلقه فيه. وين الناس يا اخي وين الناس؟ أنا بضرب عليهم تقريبا 36 اوكي هذا هو تبع المعادلين 36 وي مان يا زلمه هذا معلم ما قدرنا نجربه منيح بس اوكي هذا معلم فيه دق بالمعاد مدى يعني معلم مال هيد شوت معلم جبته هيد شوت خلاص شافوا سكره معلم خلاص يا زلمه شافوا سكره معلم حبيبي والله ده مدى خمسون كله بلوز بلوز حجي اتس اوكي اتس اوكي حدا ما شفت صراحه ما شفت هذا تحت السكرين اشوف 42 يضرب هذا المكان والله شباب بلاش تغيير رهيب هذا المعادله اوكي اوكي حبيبي الكرام الان شباب بدنا نجرب اللي هو يعني توب يعني اغلى واحد تمام خلينا ندخل نشوف شباب هذا اغلى واحد نشوف وضعه معنا هذا فيه اثنين درن واختراق دروع درن بيخترق دروع معلم هكا ترى هو راح يكون افضل شيء بس مثل ما بتعرفوا شباب الاسلحه اللي فيها اللي فيها اللي فيها السرعه اللي فيها السرعه بتكون دائما هي مهمه كثير يعني بتضرب طلقات بس بينما هذا شباب هذا فيه اثنين ضرر يضرب بيخترق دراع بنفس الوقت يعني ضرر نار وبيخترق دراع بنفس الوقت نشوف نشوف هذا معلم شو وضع هذا معلم اوكي خلينا ناخذ هذا البارفار مع حبايبنا تمام التمام هات لنشوف هذا مضرب طول بالك اوكي هنا نشوف هون معلم 53 بيضرب معلم 300 بالهيد بدون شيء معلم بيخترق دراع بنفس الوقت بيخترق دراع بيخترق دراع بيخترق دراع اوكي هات نجرب هذا معلم شو وضع معلم كم راح يضرب هذا بالضرر طبي طيب بلاك نضرب البربر 32 هذا هو تقريبا نفس لحد الان نفس الشيء يا اخي هذا معلم شوف شو عبيته 32 طيب بلاك 34 لا والله اكثر شوي شوف من بعد تحت كنا نشوف 33 اوه وصل 40 يوصل 40 معلم يوصل 40 شباب والله يوصل 40 كل ضربه شباب يعني جد شيء باللوز راح معلم قول لي علقت تعال تعال طلع 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 خلينا نجرب فيك هذا معلم يا زلمه اوكي خلينا نشوف هذا بعد كيف وضعه معلم هات جيب هيتشوت معلم شوف الوضع خلاص معلم ابدا يتركوه شافوا سكروا باللعب معلم خلاص ما راح يخلونا نركز معلم خرب بيت سنتون يا زي ما سمعت طول بالك يا اخي اقسم بالله معلم صعب تجرب صعب تجرب معلم صعب تجرب صعب تجرب صعب تجرب يا اخي اوكي انا ما توقعت بتوصل لل 40 هو قول لي والله يا شباب حبيبي والله صعب قول لي ابلع قول لي قول لي يا هو معه شوت جريم عليه ولا معي بالبارفر معلم ما زلت قتلته يعني حبيبي والله راح يشوفه راح يجيبه شوف شوف ايام من الجيم خلاص ايام تعال بس اجرب عليك هذا معلم 32 تعال 40 36 اوكي هذا هو معلم مثل ما توقعت الكريمنال عم بتدرب على الضربات معلم ابلع من هون اروح يا زلمه والله شو عم بحاول مبربر فهمتوا علي كيف والله ماشي الحال شباب اوكي حبايبي الكرام الصراحه يعني
يعني انا ما اعرف شو هو افضل واحد بيناتهم كلياتهم. اوكي وانا يعني بالعاده ما بلعب كثير بس استحت البارفر. لهيك حبايبنا الكرام انا شايف شفت انه هو افضل واحد فيهم اللي هو هذا تبع الدقه. الصراحه هذا فيه سرعه ودقه شباب يعني إس يعني شوي بلوس بس ولكن هذا معلم اغلى واحد فيهم. اوكي هذا فيه ضرر يعني ضرر شفت معي شباب الضرر تبعه وصل لفوق يعني تقريبا 40 وشوي. اوكي اوكي حبايبنا الكرام لحد الان الامور اتس اوكي اتس اوكي تمام التمام. سو حبايبي الكرام الله يسعد ياكم شباب اعطونا لكم بهذه الحضنه الجديده شباب. صراحه يعني انا اذا انت بتلعب ما بتلعب هالسلاح لا تجيبه لا تجيب الحضنه معلم لا تجيبه ما يلزمك. سلاك اذا حابب تكتشف معلم انا شايف انه ممكن راح نشوفه معلم باللعب الرانكد ان شاء الله على البث مباشر راح يختلف الامور. طبعا شباب انا من شوي كنت على اللايف مباشر من شوي على بلعب جي تي ار بي. طبعا شباب دائما تعالوا شرفونا على البث مباشر على صفحتنا الفيسبوك اذا ما متواجدين تعالوا شباب نعمل دائما مسابقات وزي اكواد ونلعب العاب ثانيه ومشكل نعمل جو حلو كثير شباب على السهره الرمضانيه. تعالوا شرفونا حبايبنا الكرام الله يسعد ياكم. سو ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع رايكم بالتعليقات حبايبنا. حاضرين اتس متوسطه شباب اوكي بس ولكن هذا فيه ضرر فوق 40 نشوف. الله يسعد ياكم شباب اكتبوا بالتعليقات لنشوف حبايبنا الكرام نشوفكم على خير تشاو صحفتوا لكم وسحوركم.